أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. ضحايا رق العيون يضعن حدا لحياتهن خوفا من الفضيحة. كشفت مصادر مطلعة بالعيون عن مستجدات صادمة تمثلت في وضع نسوة حدا لحياتهن بعد ظهورهن بوجه مكشوف في الفيديوهات المشينة التي نشرها راق بالمدينة، فيما توفيت 3 أخريات في ظروف غامضة، لكن يرجح أن يكون ظهورهن في الفيديوهات سببا وراء ذلك وسط تكتم عائلتهم دراء للفضيحة. وبحسب ذات المصادر فإن إحدى السيدات أقدمت على تناول مبيد، فيما أخرى أنهت حياتها بسم الفئران، والثالثة بنفس الطريقة، فيما انتشر خبر وفاة الأخيرات دون تحديد سبب. لكن القاسم المشترك بينهن هو فيديوهات الراقي المشينة التي استغل فيها الضحايا ووثقهن بطرق مختلفة وبواسطة هاتف النقال. وتفجرت فضيحة الراقي الدجال والذي ينحدر من موريتانيا مؤخرا بمدينة العيون، حيث اتخذها مقرا يمارس فيه السحر والشعوذة، يستقطب النساء والفتيات ويدعي بقدرته على جلب الحبيب وتفريق الزوجين وحل التقاف.